بسم الله الرحمن الرحيم، راح ناخذ الشق الثاني من الموضوع تبع البيور بيندينج اللي هو شير ستريس داي شير فورس بسبب الشير فورس. هسه عندي الداون تساوي في بكيو بي اي في بي. عندنا مفاهيم جديده بدنا نتعرف عليها. عندي اول شيء الفي اللي هي الشير، قوه الشير، الشير فورس هي الشير فورس ات بوينت، عند نقطة محددة كم تشير. طيب عندي الآي بنعرفها، second moment of inertia طيب البي احنا بنعرف البي اللي هي width of the plane of plane، إذن هي عرض المقطع، طيب اخر اشي هاي المفهوم الجديد اللي عندنا اللي هو الكيو. الكيو هي second moment of inertia second moment of inertia. هسا راح نشرح كيف نوجد second moment of inertia. الاي عرفنا كيف نوجدها. هسا هاي قبل كنا نحكي maximum shear، هاي maximum moment، هسا بنحكي maximum shear. تمام، نجي نشوف الكيو. هاي الشكل عندي، هذا الشكل عندي، او هاي الشكل، انه هذا الشكل انه اصعب. تمام، احنا في المومنت كنا نحكي الاكس سي ستريس عندها تساوي زيرو، صح؟ هنا وهنا ستريس تنشن مثلا ماكس، وهنا ستريس ماكس. هسه لا، بالشير ستريس العكس، بالشير ستريس عكس، في الشير ستريس تاو هان يساوي زيرو، الفايبا تساوي زيرو، تاو هان تساوي زيرو، ماكسيمم تاو هان ماكس، اذا ماكسيمم تاو هان في النص. طيب اذا اول اشي وين هاي الاكس انترويد، هاي كيف بطلعها؟ عرفنا كيف نطلعها، المجموع الاريا في واي على مجموع الاريا. طيب هسه الكيو كيف توجد هنا الكيو؟ الكيو بتقول لي، الكيو بيقول لي باخذ اما المقطع الفوق الاكس سنترويد او تحت الاكس سنترويد. انا باخذ المقطع الفوق الاكس سنترويد، هاي هاي المقطع الفوق الاكس سنترويد. تمام، وبحكي الكيو تساوي مجموع الاريا في واي فقط. يعني بصير عندي تو اريا، صح؟ بحكي هاي هالاريا واحد واريا اثنين، باجي بحكي سنترويد هذا الشكل من هلا هان. يعني لو كانت هذا مثلا 2 ب 1 وهنا عندي 6 ب 2، بقول مجموع الاريا 2 في 1 في واي قديش؟ نص، هاي 1 في 1 زائد اريا 2 2 في 6 في 1 في 3، يعني هي نص هاي ب 3. هاي هي الكيو، هي سكند مومنت اوف انرشيا. ناخذ مثال، هذا المثال بشمل لي المومنت وبشمل لي الشير وبشمل لي النورمال فورس دايجرام. طيب بدايه هاي مثال معطيني، سبورت عليه قوه محدده، تمام، مش معطيني الرياكشن تبعه، ومعطيني كمان عندي الاي، بدايه انا بدي اجد الاي، بالنسبة لي بدي أجد الآي. قبل كل إشي بدي أجد الآي. المطلوب في السؤال، بقول لي all maximum stress يعني شو all maximum stress؟ يعني للنورمال stress maximum normal stress والشير stress والمومنت stress. بعدين قال لي draw all distributed، يعني هذا الموضوع مش مهم بالنسبة لنا كثير بس راح نرسمه. تمام، نبدأ أول شيء نجد الآي، نحكي مجموع، هنا عندي هنا العرض 13 وهاي كلها 106. طيب نجي نحكي، بما إنه هاي المعلومة، بما إنه سيمتريك، يعني لو سكرناها على بعضه وقسمناها منه سكرناها على بعضه بطبق على بعضه، إذا بقدر أحكي الواي سي تساوي 203 على 2، 203 على 2 يساوي 105.5، بما انه سيمتريك
نفس الابعاد ونفس الطول نفس كل شيء، بامكاني احكي انه لو قسمته من النص بتحكي اتش على 2 الواي سي يساوي اتش على 2 203 على 2 تطلع معي 105 ملم. طيب بس احنا بدنا نحله على الطريقه اللي احنا اخذناها، لانك ما عرفت انه سيمتريك، نحكي مجموع الواي سي تساوي الواي سي اسف تساوي مجموع الاريا في واي على مجموع الاريا، ويساوي هاي شكل هاي جسم وهاي جسم الثاني، هاي الجسم الاول وهاي الجسم الثاني. طيب الجسم الاول الاريا 13 في 106 في الواي قديش؟ نص 13 6.5 6.5 زائد الجسم الثاني هاي نحكي 203 هاي 203 ناقص 13 13 هاي ناقص 13 هاي ناقص 13 راح تصفي عندي قديش هاي مية وسبعة وسبعين، لأن المسافة من هذا تساوي 177. طيب نيجي نحكي 177 في 13 في نص 177 نص 177 زائد 13 تمام. عندي هون نص 177 زائد 13 راح يطلع معي 101.5. هاي نص 177 قديش طلعت معي؟ نص 177 طلع معي 88.5. اذا 88.5 لهام بس بزيد لها 13. طيب زائد اخر شكل اللي هو 13 في 106 في هيك 13 هيك نحكي هيك هاي 6.5 المسافة من هالهام 6.5 6.5 زائد 177 زائد 13 نحكي 100 راح يطلع معي 109.5 تمام. 109.5 على الاريا كلها اللي هي راح تطلع معي بلش الاريا هاي 13 في 106 الاريا الثانية راح تكون زائد 13 في 177 الاريا الثالثة تساوي 13 في 106 راح تطلع معي تساوي الواي سي تساوي 101.5 مليمتر. يعني نصف الشكل منتصف الشكل 101.5. طيب وفوق 101.5 كمان 101.5 تمام. يعني واي تنشن ولا واي كومبرشن نفس الاشي، لو حكينا ريحت حالي من هاي حكيت دي لا واي سي تساوي اتش على 2 بما انه سيمتريك، وتساوي 203 على 2 تساوي 105 101.5 تمام. هاي اوجدت واي تي او واي سي. طب بدي اجد الاي اللي هي المومنت اوف انيشيا اي اكس تساوي اي اكس تساوي بي اتش تكعيب بدون خلص بي اتش تكعيب على 12 زائد اف دي تربيع للكل سيجما هاي بي اتش تكعيب على 12 زائد اف دي تربيع مجموع. طيب نبلش نجيب اول اشي الشكل الأول بي 106 13 تكعيب على 12 زائد الاريا 106 في 13 في قديش حكينا؟ خلاص حكينا 6.5 ناقص الايش 101 6.5 ناقص 101.5 تربيع زائد خلاص حكينا دائما باخذ بس انت هاي ناقص اللي طلع معي الناتج طلع معي زائد الشكل الثاني 107 العرض 13 و177 تكعيب على 12 زائد 13 في 177 في دي قديش حكينا هيها طلع 101.5 ناقص 101.5 زيرو. إذا هذا حتصفر معي خلاص سنترويد هذا الشكل هيك سنترويد هان نفس السنترويد الشكل الكامل فصفر معي هذا الجزء فقط. طيب زائد الجزء الأخير هو معي 106 في 13 تكعيب على 12 زائد الاريا 13 في 106 في الدايمتر في ال
في الاريا قديش حكينا هي 109 9.5 ناقص 101.5 تربيع، اذا اي المجموع تبع الاي راح يطلع معي 3.09 في 10 قوة 7. هاي اي، هاي اوجدت انا هيك اي. طيب بدي اجد الكيو، هسه صار عندنا شيء جديد، الكيو قال لي اول ماكسيمم اول ستريس، يعني عندي كيو. طيب بدي اجد قيمة الكيو، الكيو حكينا الكيو باجي على هاي الشكل، حكينا هاي الشكل باجي على الواي اكس، هاي الواي، الواي سي قديش طلعت معي؟ 1.5 1.5 حكى لي يا باخذ التحت يا باخذ الفوق، باخذ نص منه، فانا باخذ النص الفوق. بحكي هيك بديها المسافة كاملة من هال لهان 101.5 هاي 13 تمام، هاي 106 آسف، وهي 13 وهي من هال لهان 13. طيب باجي بقسم الشكل، هاي الشكل الأول بحكي له هي هيكون 13 ب106، والشكل الثاني راح يكون هيك 88.5 في 13 صح؟ هيا 105 ناقص 13، 151 ناقص 13. طيب احنا بنعرف انه الكيو تساوي مجموع الاريا في واي. طيب الاريا الاولى 13 في 106 في، هيا سنترودا قديش؟ 6.5 6.5. طيب 6.5 لو حكينا 6.5 والمسافة تحت قديش؟ 88، راح تكون 88.5 زائد 6.5. طيب هاي زائد المساحة هاي 88.5 زائد 13 ضرب 13 المساحة ضرب سنترودا الشكل قديش؟ 88.5 سنترودا قديش راح يطلع معي؟ تمام هاي راح يطلع معي نصها 88.5. تمام هاي كيف هيك حكينا 13 نص الشكل هذا قديش؟ 44.25 راح يطلع معي. إذا مجموع إنه كيو راح يطلع معي قديش؟ 0.233 × 10 قوة 6، 10 قوة 6. عرفنا كيف طلعنا الكيو؟ إذن قسمنا الشكل واعتبرنا إنه أنا عندي زيرو، خلاص هنا زيرو، هنا بلشنا الزيرو وبجد نفس الإشي نفس الآي، نفس الآي يعني ما راح تفرق عندي، خلاص بصير نص كمل هان من هان نص هذا الشكل وارجع للنقطة عندي نقطة الزيرو. تمام هاي وجدنا الكيو أو وجدنا الآي. طيب نرجع للسؤال اللي عندنا، نرجع للسؤال. هسه انا ايش بدي اجد في السؤال؟ مطلوب هسه السؤال قال لي اول اشي هذا عندي النيوترال، اسف عندي نورمال فورس وهذا الشير فورس وهذا ايش قال لي؟ المومنت بيلدينج ذا جراف. طيب اول اشي بدي اجد المومنت، بدي اجد المومنت فورس النورمال فورس، اسف. طيب النورمال فورس هو معطيني نورمال فورس بقيمة هاي عندي هنا رياكشن، رياكشن ايش؟ هاي اي واي، وانا فرضت هنا ايش عندي؟ انا فرضتها اي اكس الهنج تقاوم الاكس والواي. طيب هنا عندي ايش كمان؟ ما في عندي، خلاص هو معطيني قوة النورمال، فباجي بحكي بفرض اتجاه، انا بحكي مجموع اف اكس تساوي زيرو وهيك الموجب، بحجي بحكي ايش؟ هي سالب اي اكس عكس فرضي، انا فرضت هيك الموجب، هاي سالب 4 هاي عكس فرضي، هنا عندي زائد 10 يساوي 0، ان اي اكس تساوي اي اكس تساوي 6. اذا فرضي صحيح مع اتجاه فرضي كيلو نيوتن. طيب هسه بدي اجي ارسم، كيف بدي اجي ارسم؟
بحكي هيك تنشن، ها هيك تنشن. طيب حكيت هيك تنشن يعني بطلع بمقدار 6. انا حكيت هيك تنشن، كيف احنا اول شيء فرضنا الموجب هيك. طيب بعدين خلص انتهيت من معيار الموجب، بعرف انه هسه عندي تنشن وكومبريشن. طيب هيك سحب تنشن فبكمل، ما في عندي اي مشكله، ما بيهمني هذا شير، ما بيهمني بكمل. عندي انا 4، 4 بزيدها للستة بطلع كمان صرت 10، بكمل. هنا صار عندي ايش؟ عندي 10 عكس هذا الفرض، اذا هيك بنزل للزيرو، بنزلها هيك انا للزيرو عندي. طيب نزلت عندي للزيرو، خلصت ايش؟ الشير، خلصت النورمال. بس نجد الشير، نجد رسمة الشير او نعرف الشير الرياكشن اللي عندي. طيب هسه عندي بدي اجد المومنت عند سي عشان اقدر احددها. عندي هنا ايش؟ رياكشن بي، عندي رياكشن ايه، فباجي بحكي هي هالنقطة ايه. اول شيء عندي هنا 10، عندي 10 والمسافة 1، ما لي دخل فيها، موازي لها ما في لها مومنت يعني. طيب باجي للشكل الثاني، هي ار بي المسافة 2 3 4، المسافة 4. باجي لل distributed load، distributed load حلو، باجي بحكي 5 3، 5 بـ5 25 25، هي 25 المسافة من هنا 2.5، والمسافة 4.5 من هلا هن 4.5. طيب باجي بحكي مجموع المومنت عند النقطة A تساوي 0 مع عقارب الساعة موجب. طيب راح تساوي عندي 10 في 1 زائد 2.5 في 4.5 ناقص ار بي في 4، ار يساوي 0، ار بي تساوي 30.625. طيب مجموع الاف واي تساوي 0، مجموع الاف واي تساوي 0 راح تساوي عندي اي واي ناقص 10 ناقص 2.5 زائد 30.625، اي واي تساوي، اي واي عندي تساوي 4.375 كيلو نيوتن، كيلو هاي كيلو نيوتن. طيب هسه بدي ارسم، بحكي هاي بطلع غير لون، بطلع بمقدار، اطلع بمقدار قديش؟ 4.375. طيب بضلني ماشي بنزل بمقدار 10، يعني 4.375 ناقص 10 تنزل معي ل، تنزل معي بمقدار 5.625، 5.625 تمام. بكمل ما في عندي أي مشكلة، ما في عندي تأثير، بنزل هان بوقف هان. طيب باجي بحكي 5.625 ناقص قديش؟ 5 بـ2، 5 × 2 = 10، بطلع معي هان هيك، بنزل بمقدار -10.625. ننتبه ما باخذ كل الديستريبيوتد لود، ديستريبيوتد لود باخذ بس مقدار عندي السبورت عشان عندي كمان رياكشن طالع. فباجي بحكي لهان هيك 15، اسف 15، باجي بحكي 10 ناقص ناقص 10 سالب 10 زائد سالب 5.25 سالب 15.2625. طيب بطلع بمقدار قديش؟ 30، عندي رياكشن اللي هم 30.625، 30.625 صف عندي 15 تمام. اخر شيء باجي بحكي 5 بـ3، 5 بـ3 قديش؟ 15 نقصها من 15 اصلي صفر مع الشير. تمام هيك انا رسمت الشير. طيب ضل عندي رسمة ايش؟ ضل عندي رسمة المومنت فقط. يعني شو بدي اجي اسوي؟ بدي اجي اخذ المومنت عند كل نقطة، عند كل خط نازل. تمام لهذا بنلاحظوا انه السؤال سؤال مد. السؤال كثير، يعني اذا ما بتعرف انت مادة المد كيف ترسم الشير والنورمال خلاص ما في سؤال، ما بتقدر تحل. اول شيء باخذ كت هان، بعدين كت عند الاربعة، بعدين كت بداية الديستريبيوتد، كت عند الدي، كت نهائي. تمام نبلش بسم الله. اول شيء عند النقطة هي اي تساوي قديش حكينا؟ 4.375 عند اول نقطة على بعد 1
مع عقارب الساعة هي مجموع المومنت عند هاي النقطة مع عقارب الساعة تساوي 4.375. تمام، 4.375. بنزل هاي 4.375، باجي بحكي عند النقطة اللي بعدها، عند هاي النقطة الكت، عند هاي النقطة اللي بعدها عندي 4.375، عندي هنا 10، المسافة من هان لهان نص، المسافة من هان لهان 1.5. مجموع المومنت تساوي هيك مع عقارب الساعة 4.375 في 1.5 ناقص 10 في نص يساوي 0، ومنه المومنت هنا تساوي قديش؟ 1.25. إذا بدي أطلع ل هي 1.25. طيب باجي باخذ المومنت بدها تستريبيوتد 4.375، ايش راح يختلف عندي؟ ما في عندي قوة اختلفت، اختلفت عندي المسافة، المسافة صارت من هان لهان 1، المسافة من هان لهان 2. طيب منه المومنت تساوي، مجموع المومنت يساوي 4.375 في 2 ناقص 10 في 1 ويساوي عندي سالب 1.25. باجي بحكي اطلع لي هيك لهان اهي سالب 1.25. طيب باجي بحكي بدي وين هسه المومنت؟ عند هاي النقطة، عند هاي النقطة راح يصير عندي كم؟ راح يصير عندي هيك 4.375، المسافة في عندي هنا 10، في عندي هذا الديستريبيوت قديش راح يطلع؟ 5 ب2، هاي المسافة 5 ب2 10، 10 والمسافة من هان لهان 1، المسافة من 10 هان هي 2 3، والمسافة من هان لهان قديش راح تطلع؟ 1 2 4 في 4. هي مجموع المومنت يساوي 0 مع عقارب الساعة، إذا 4.375 في 4 ناقص 10 في 3 ناقص 10 في 1 يساوي سالب 22.5. طيب يعني بدي اطلع هاي الرسمة بتهمني، هاي ديستريبيوتد فوق هنا خطي، إذا هنا ايش؟ تربيع، هنا في مشكلة، ما دام هذا ديستريبيوتد هذا لازم هيك يكون مش خطي، هذا تكعيبي. طيب تمام، هسه نهاية راح يطلع معي هنا 0، إذا هنا قديش طلعت معي؟ 22.5 الماكسيمم. أنا إيش حكيت؟ بهمني الماكسيمم ما بهمني الإشارة، إذا هاي الماكسيمم عندي، عرفت الماكسيمم، وعرفت الماكسيمم للنورمال، وعرفت الماكسيمم للشير. تمام، هسه ما ضل عندي في السؤال غير إني أحل. طيب إيش قال لي؟ السؤال إيش طلب مني؟ السؤال قال لي أوجد سيجما ماكس للإن، إيش تساوي؟ إحنا أخذنا في مادة المد تساوي بي على إيه؟ على الأريا، صح؟ بي أكبر قيمة إلها 10، هي 10 نورمال، هي 10 على الأريا، قديش الأريا حكينا؟ الأريا تساوي أريا أي شكل؟ الشكل اللي أوجدناه. طيب الأريا لهذا الشكل، الأريا لهذا الشكل يعني تساوي 13 في 106 زائد 177 في 13 زائد 106 في 13، هاي كلياتها تساوي 5.057. طيب هاي كيلو نيوتن، هاي كيلو نيوتن نضربها بتصير 10 قوة 1000، طلع ما عندي 1.977 ميجا باسكال. هاي أوجدنا أول عندي ستريس. طيب هذا ستريس الثاني اللي هو بسبب الشير، الرمز نرمز له تاو. طيب تاو إيش يساوي قانونه؟ قانونه حكينا، قانون التاو عندي يساوي في بكيو على اي في بي، ومنه باجي بحكي
في اعلى في عندي قديش هي؟ هيها 15.625 في 10 قوة 3، حولتها من كيلو نيوتن لنيوتن. طيب الكيو انا اوجدتها، هاي الكيو اوجدناها 0.233 في 10 هو 6، على الاي كمان اوجدناها اللي هي 3.09 في 10 قوة 7 في بي. بي اي اي بي بي عند الريفيرس هي تبعت الكيو، هاي بي مش صح، اخذنا اوجدنا الكيو. طيب اي بي عند هاي بي، هاي اللي عند الكات اللي اخذناها، ويساوي 13، ويساوي هذا كله 7.32 ميجا باسكال. طيب نيجي لاخر اشي الستريس مومنت، بسبب المومنت تساوي مومنت ماكس، مومنت ماكس في واي على اي على اي اي واي، اذا كان هي سيمتريك نفس الاشي، واي تي تساوي واي سي الكومبريشن يساوي تنشن، فباخذ اي واحدة فيهن تساوي كم اخذنا هاي 2.5 من الرسمة هاي في 10 قوة 6، حولتها من كيلو نيوتن لنيوتن ومن متر من متر لمليمتر. طيب ضرب 1.15 على الاي 3.09 في 10 قوة 7، يطلع معي هنا 73.9 ميجا باسكال. هيك هذا الموضوع الشامل اللي حكينا فيه الكيو، خلصنا هيك موضوع الكيو والشير الاول ستريس ماكسيمم. طيب هسه عندنا موضوع بسيط شوي على نفس الموضوع اللي اخذناها، هذا الموضوع بقول لي سكشن تو ماتيريال. هسه عندي احنا هذا كليته اللي اخذناه لا الهوموجينيوس يعني لا ماتيريال واحده، انا عندي الكومبوزيت يعني تو ماتيريال. تو ماتيريال شو يعني؟ يعني عندي كالتالي، بكون عندي بكون سكشن يتكون من مادتين، يعني مثلا هذا بقول لي هذا وود وهي ستيل، نفس السكشن بيتكون من مادتين وود وستيل. طيب انا ما بقدر اطلع الستريس للود والستريس للستيل، يعني ما بقدر اطلعهم مدام نفس مدام السكشن من مادتين مختلفتين، ما بقدر اطلعها نفس الطريقه الماضيه، فبحتاج لبروسيجر معين اني اقدر استخدم او اطلع الستريس لهذول. طيب هسه التشوه للستيل يساوي التشوه، لو فرضنا التشوه للستيل يساوي التشوه للود. طيب سيجما سيجما ستيل يساوي اي ستيل يساوي سيجما وود على اي وود، منه سيجما ستيل مثلا او سيجما وود ايش يساوي؟ اي ستيل على اي وود في سيجما وود. هذا القانون راح ابلش حل عليه، يعني هسه نسبه تشوه الستيل غير مش نفسها، فبتختلف فالفكرة اني بطلع واحد بدلالة الاخر. تمام هسه راح يختلف عندي شغلة، لو بتحول مثلا من ستيل للود، بتحول هذا من ستيل بخليه وود، بتعتبره وود، بخلي يعني بخلي هذا كله هوموجينيوس، افترضه هيك بده يصير كله وود. فباجي بحكي عندي راح يتغير ايش؟ اول شيء راح يتغير مقطع، راح يتغير مقطع الستيل بان ضرب بي الاصلي، هاي بي الأصلي. طيب الان ايش تساوي؟ هذا العرض الان تساوي اللي بدي احول منه للمحول اليه، يعني بدي احول الستيل ل وود، اذا اي ستيل على اي وود. لو بدي احول الاي وود ل اي ستيل بحكي اي وود على اي ستيل. تمام هذا بشكل بسيط الموضوع عندي. تمام الكومبوزيت ما بقدر الاثنين ما لهم نفس الاشي، ما لهم نفس التشوه، ما لهم نفس يعني، فبتطلع واحد بدلاله الاخر من خلال تحويل السكشن. يعني مثلا لو حكينا الستيل عندي تمدده 3 والود تمدده 1، تمام فبخيل بخلي الستيل بخلي نفس التمدد بس بغير المقطع، على اساس اني بغير المقطع يعني بعوض هاي بهاي. تمام نشوف عندي سؤال، السؤال بيقول لي the section shown is subject to a معطيني المومنت find the stresses in the both made to steel. طيب هسه هو اعطاني هذا السؤال، انا هسه ايش بدي احول؟ ان ما حدد لي
انا بحل لحالي، انا بحكي بدي احول الستيل لود، او بدايه باجي بحكي الستيل لود. طيب شو بدي اسوي؟ باجي بحكي ايش راح يتغير عندي؟ راح يتغير عندي مقطع العرض بي تساوي ان في بي. طيب منه الان ايش تساوي؟ بدي احول الستيل لود، اذا اي ستيل على اي وود ويساوي 200، هو معطيني الاي 200 جيجا باسكال على 12 جيجا باسكال. طيب باجي بحكي له اي تساوي 200 على 12 في قديش البي؟ المقطع 15 سنتي، 15 سنتي، اذا راح يطلع عندي 250 سنتيمتر. طيب يعني صار عندي ايش؟ الستيل تغير مقطع. طب بدي اجي ارسمه، راح هيك احكي المقطع الجديد هاي 15 والثاني هيك صارت. هاي 250 سنتيمتر، اتغير عندي المقطع. تمام، شو باجي بسوي هسه لهذا الشكل الجديد؟ باجي بحسب له واي سي. بداية هاي 2، هاي راح ضلها 2 سنتي ما راح يفرق عندي، هاي 18 سنتي. طيب اول شيء بدي احسب له واي سي، برجع هسه للحل اللي كنا نحله قبل، ما في عندي اي مشكله. باجي بحكي واي سي تساوي مجموع الاريا في واي على مجموع الاريا. طيب ويساوي حكينا الاريا هاي 2 في 250 في قديش سنترود هان لهان 1 في 1 زائد باجي بحكي هان قديش 18 في 15 كم هاي 18 نصها 9، 9 زائد 2 في 11 هي 18 نص، هاي 18 قديش 9، 9 زائد 2 11 على 2 2 ونص 250 زائد 18 في 15 هيطلع معي 4 ونص سنتيمتر، يعني 4 ونص 4 ونص. والمسافة الباقي قديش؟ المسافة الضايلة 15.5 هاي السنترويد. تمام هسا قال لي سيجما توب، اوجد لي سيجما توب. سيجما توب ايش تسوي؟ المومنت في واي توب، هاي واي توب الاكبر على الاي، نحسب له الاي. فرضا الاي بنحسبه على الطريقة العادية نفس اللي كنا نحسبه، الاي راح يطلع معي 2 4 9 8 9 كون 16 في 10 قوة في 16 في بس هيك في سنتيمتر أس 4. تمام الآي معطيني إياه وأنا بحسبه، يعني في السؤال هو بيكون طالب مني أحسبه، فأنا بحسبه على الشكلين، بقسم الشكل وبحسبه. طيب المومنت قديش عندي؟ 120 النيوتن في متر، ما في عندي تحويل لها. متر بدي أحولها بتصير 10 قوة 3 لملي. تمام التوب قديش حكينا؟ 15.5 سنتيمتر، حولها لمتر بضربها في 10 على الاي قديش؟ 2 4 9 8 9.16 في 10 قوة 4. ليش 10 قوة 4؟ حولت من سنتيمتر أس 4 إلى مليمتر أس 4، بيطلع معها الجواب قديش؟ 0.074 ميجا باسكال. طيب هيك خلصنا التوب. هسه البوتوم، نيجي للبوتوم. البوتوم جزء منه ستيل وجزء منه وود، فما بقدر احله اثنين على نفس الاشي، فانا بدي احول الستيل لود. ايش حكينا الستيل لود؟ بطلب بان بس، ما راح تفرق عندي. يعني بدي بحكي بوتوم تساوي سيجما ود داش، سيجما ود داش منه ايش راح تطلع معي؟ في ان، ما مش كلها ود، منها ستيل ومنها ود. طب فباجي بحكي 120 في كم؟ في 4.5، هاي في 10 قوة 3 اسف، حولتها من مليمتر لمتر، في 4.5 في 10 في 10 حولتها من سنتي لمتر على قديش هاي 2 4 9 8 9.16 في 10 قوة 4 حولتها لمتر لمليمتر في كل هذا، كل هذا في الـ N.
في 200 على 12 ويساوي عندي 0.0216 ميجا باسكال. اذا هيك انا هيك اوجدته ايش؟ اوجدته بعد التحويل. يعني عندي فرق في التحويل اللي هي ال n، ما دام هو بتكون من مقطعين وبدي اجد له، فما راح يكون له نفس الاسترس، ما مش الاثنين بيستحمل نفس الاسترس، فبضربهم بطلعه اساس النود وبضربه ب n. تمام. هسه لو قال لي اوجد لي اياها على وين؟ على النقطة A. اوجد لي اياها عند النقطة A، اوجد الاسترس عند النقطة A، هي نقطة اكتبها فوق. اوجد الاسترس عند النقطة A. باجي بقول له شو راح يختلف عندي؟ هاي الاسترس وود وال الاي وود ولا ستيل محيرة بالنص، فراح اضربه بان، هاي بداية. طيب فباجي بقول له ستريس اي تساوي ان في الاسترس، الاسترس ايش يساوي؟ ام في واي على اي. طب اي اي اخذ؟ باجي بحكي بعد النقطة عن السنترويد، سنترويد الشكل. كم بعد النقطة عن السنترويد؟ هاي 2 4 ونص ناقص 2 اذا 2 ونص. هيها هي هنا بعد على بعد 2، هي هنا 2 وهاي سنترويد 4 ونص، فبحكي 4 ونص ناقص 2 اذا هي على بعد 2 ونص، بحكي 200 في 12 120 في 10 قوة 3 في 2 ونص في 10 حولتها على الاي اللي هي 2 4 9 8 9.16 في 10 قوة 4 ويساوي عندي 0.2 ميجا باسكال. هيك بنكون خلصنا موضوع الاستريسز والماكسيمم ستريسز كامله للشير للمومنت للنورمال فوق للنورمال فورس.